Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa lamma tamma min hamlihi syahran بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون ثقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلع عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلى له سنا صلى الله على محمد.
كانت بالسرى إلا إليك، والوما ما قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عالم سر وافى مستجيب دعواتي، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد عبد تحرير السطور، أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومهيا كالشمس منك مضيء، أسفرت عنه ليلة غراء، ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيوم وسدها. يوم نالت وطئة وحب من فخار ما لم تناله النساء. وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء. وتوالت بشرى الهواد بأن قد ولد المصطفى وحق الهنا. هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف. مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية، فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وسلم غاية مرامه ومرماه. أقدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك.